وخلينا نعرف بشكل اوضح ايه هو pH التربة. pH التربة هو مقياس بيقيس طيب النبات يهمه ايه من حوار الحموضة والقروية ده. النبات يلزمه ان pH التربة يكون قبل ان النبات ملوش اسنان يمضغ بيها العناصر الغذائية الموجودة في التربة في صورتها الصلبة. في الحالة دي لو ضفت 13 عنصر غذائي للتربة هيدوب 7 عناصر بس، واحد من العناصر الكبرى وهو الفسفور، واتنين من العناصر المتوسطة وهم الكالسيوم والمغنيسيوم، وواحد من العناصر الصغرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم مع فيديو جديد من فيديوهات تعليم زراعة الأسطح مع قناتكم أسرار زراعة الأسطح. قدمت لكم في الفيديو اللي فات من سلسلة المختصر المفيد في السماد والتسميد شرح للقاعدة الثانية من القواعد الخمسة اللي بتلخص علم التسميد، والقاعدة دي كانت بعنوان الصور التي على هيئتها تمتص العناصر الغذائية، وهسيب لحضراتكم الرابط بتاعه دلوقتي في البطاقات. واللي ما شافش الفيديو الاول اللي هو باسم اصول تسميد النباتات ممكن يشوفه علشان يتعرف على باقي القواعد دي ويفهم معلومات مهمة تانية عن السماد والتسميد، وهسيب لكم رابط الفيديو ده في صندوق الوصف وهتلاقوه دلوقتي في البطاقات. والنهاردة ان شاء الله هتكلم مع حضراتكم عن القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة، بس قبل ما نبدأ بستأذن حضراتكم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، لان احصائيات القناة بتقول ان اكتر من 80% من المشاهدين اللي بيشوفوا فيديوهاتنا غير مشتركين في القناة، واقل من 20% هم اللي مشتركين في القناة. واتمنى ان انتم تعملوا لايك للفيديو علشان تدعمونا، وياريت تشوف الفيديو لنهايته لان فيه معلومات مهمة جدا لحد اخر دقيقة. نبدأ بسم الله الفيديو بتاعنا. كلامنا هيكون عن القاعدة الثالثة وهي بعنوان تأثير pH التربة على مدى تأثير العناصر الغذائية للامتصاص بواسطة جذور النباتات. المقصود ب pH التربة هو درجة حموضة أو قلوية التربة. وخلينا نعرف بشكل أوضح إيه هو pH التربة. pH التربة هو مقياس بيقيس أو بيوازن بين كفتين ميزان، كفة منهم فيها الـ OH اللي هي رمز القلوية، والكفة التانية فيها الـ H اللي هي رمز الحموضة. والمقياس ده مداه الأرقام من 1 لـ 14، فلو الكفتين قد بعض يبقى الـ pH متعادلة وبتاخد الرقم 7، ولو كفة الـ H أتقل فمعنى كده إن الأرض حامضية وبتاخد أرقام أقل من الرقم 7. أما لو كفة الـ OH اللي هو رمز القلوية أتقل معنى كده إن الأرض قلوية وبتاخد أرقام أكبر من الرقم 7. طيب النبات يهمه إيه من حوار الحموضة والقلوية ده؟ النبات يلزمه ان pH التربة يكون متعادل، وده بيكون لما رقم ال pH بيكون بين 6.5 و 7.5. في حالة التعادل دي كل العناصر الغذائية الـ13 بتدوب في المية اللي موجودة في التربة، وبتكون ميسرة للنبات عشان يمتصها ويبني منها الغذاء بتاعه. طب هنا ممكن نسأل سؤال مهم، ليه النبات بيحتاج ان العناصر الغذائية تدوب في المية؟ الجواب لان النبات ملوش اسنان يمضغ بيها العناصر الغذائية الموجودة في التربة في صورتها الصلبة، وبالتالي لازم العناصر الغذائية تدوب في المية علشان اوراق النبات تقدر تسحبها من التربة عن طريق المجموع الجذري وتبدأ تستخدمها في بناء غذاء النبات من بروتين ودهون وكربوهيدرات الى اخره. يبقى pH التربة لو متعادل، ودرجة التعادل دي بتكون بين 6.5 و 7.5 زي ما قلنا، في الحالة دي كل العناصر الغذائية الـ13 بتكون دايبة في المية، وبالتالي بتكون كلها ميسرة للنبات. طيب ايه الوضع لو التربة قلوية، يعني لو رقم الـ pH أكبر من 7.5؟ في الحالة دي لو ضفت 13 عنصر غذائي للتربة هيدوب 7 عناصر بس، ويترسب في التربة 6 عناصر مش هيدوبوا في المية، وبالتالي النبات مش هيقدر يمتصهم ولا يستفاد منهم. طيب ايه هي العناصر الستة اللي هيترسبوا دول؟ العناصر الستة دول هما الفوسفور والحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورن. دول الـ6 عناصر، فوسفور حديد زنك منجنيز نحاس بورن.
دي العناصر اللي مش ميسرة للنبات في الأراضي القلوية، وغير كده باقي العناصر ال13 بيكونوا ميسرين للنبات في التربة القلوية. إنما في حالة لو التربة حامضية، يعني لو رقم البي اتش أقل من 6.5، في الحالة دي 9 عناصر غذائية هيدوبوا في المية، و4 عناصر هما اللي هيترسبوا في التربة ومش هيدوبوا في المية، وبالتالي مش هيكونوا ميسرين للنبات. والعناصر الـ4 دي هما الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم والمولبيدنم. يبقى الـ4 عناصر اللي مش هيكونوا ميسرين للنبات في التربة الحامضية هما ايه؟ فوسفور وكالسيوم ومغنيسيوم ومولبيدنم. لما نيجي نراجع ونلخص الكلمتين اللي فاتوا دول عشان ما نتوهش من بعض، هنقول ان عندنا 3 انواع من التربة. الاولى هي التربة المتعادلة، وفي التربة المتعادلة كل العناصر الغذائية سواء كبرى او متوسطة او صغرى بتدوب في المية وبتكون ميسرة للنبات. النوع الثاني هي التربة القلوية، والتربة القلوية بيترسب فيها 6 عناصر غذائية ما بتدوبش في المية، وبالتالي ما بتكونش متيسرة للنبات ان هو يمتصها ويبني غذائه منها. والعناصر الستة دول منهم 1 من العناصر الكبرى اللي هو الفوسفور، و5 من العناصر الصغرى وهم الحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون. يبقى كده نفهم ان اي تربة قلوية ممكن يبقى فيها دايما نقص في الفوسفور والحديد والزنك والمنجنيز والنحاس والبورون، ولازم نتعامل معاها على هذا الاساس ونعوض النقص ده. النوع الثالث هو التربة الحامضية، والتربة الحامضية بيترسب فيها 4 عناصر غذائية ما بتدوبش في المية وما بتكونش ميسرة للنبات. 1 من العناصر الكبرى وهو الفوسفور، و2 من العناصر المتوسطة وهم الكالسيوم والمغنيسيوم، و1 من العناصر الصغرى وهو المولبيدنم. طيب ايه حكاية ان في نباتات بتتزرع في التربة الحامضية ونباتات تانية بتتزرع في التربة القلوية؟ الحكاية ان في نباتات ما بتكونش حساسة لنقص العناصر اللي ما بتكونش متيسرة في التربة الحامضية، وبالتالي نقدر نزرعها في التربة الحامضية، لان العناصر الـ4 اللي بتترسب في التربة الحامضية ما بيكونش النبات ده محتاجها قوي. طيب في نباتات تانية ما بتكونش حساسة لنقص العناصر اللي ما بتكونش متيسرة في التربة القلوية، وبالتالي نقدر نزرعها في التربة القلوية لأن نقصها مش هيأثر بشكل كبير على النبات ده. وبما إن معظم أراضينا في مصر والوطن العربي التربة بتاعتها قلوية، فكده معظم مزرعاتنا بتعاني من نقص عنصر الفوسفور وكل العناصر الصغرى ما عدا المولبيدنم والكلور. ومن هنا بيجي دور الأسمدة المخلبية إيديتا وإيدها، اللي بتمسك في العناصر الغذائية بشكل مخلبي وبتتحرك بها لحد ما توصلها في صورة ميسرة للمجموع الجذري للنبات. واتكلمنا عن إيديتا وإيدها في فيديو قبل كده، وهو فيديو علاج اصفرار أوراق النبات، وهيظهر دلوقتي في البطاقات، ممكن ترجعوا له لو عايزين تعرفوا أكتر عن إيديتا وإيدها. وبكده أكون انتهيت من الكلام عن القاعدة الثالثة من القواعد الخمسة، والقاعدة دي لازم نفهمها كويس ونثبتها في مخنا علشان نعرف نشتغل في التسميد بشكل احترافي. وهكتفي بالقاعدة دي في الفيديو ده علشان ما يكونش طويل، وان شاء الله مش هتأخر في تقديم فيديوهات للقاعدتين الباقيين. قبل ما انهي الفيديو بأكد على حضراتكم انكم تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وانكم تعملوا لايك للفيديو علشان تدعمونا، وياريت تشوفوا الفيديوهات لنهايتها لان فيها معلومات مهمة جدا لحد اخر دقيقة. كنتم مع فيديو تعليمي من فيديوهات تعليم زراعة الأسطح مع قناتكم أسرار زراعة الأسطح، وأي سؤال أنا معاكم في التعليقات كلها إن شاء الله، وأشوفكم على خير في فيديوهات تانية بإذن الله.